السلام عليكم الشباب. بالنسبة لواجب الخمس أوراق يعطيكم العافية أول حاجة، لكن أنا كنت طالب ورقتين، يعني ماكسيمم 3 بيجز يعني A4، ف يعني عادة نلتزم شوية في هذا الحجم لأنه أنا حضر كله يعني أقرأه يعني أتفاعل معاه، شايفين كيف؟ فلما يكون الشيء مختصر هذا انت بتستفيد اكثر، لما انت تعمل له سمرايزيشن بنفسك وتختصر تخلي بس العناصر المهمة انت حتستفيد كويس، في نفس الوقت بتخفف عني الضغط في التقييم والمراجعة لشغلك، وباخذ الزبدة يعني ايش اللي انت شفته افضل حاجة واهم حاجة، فاختصروا بعدين التو بيبرز او الثلاثة للخمسة بيبرز، يعني احد الزملاء حاطط كل بيبر لو واحد أو اثنين ورقتين أو ثلاثة بلزمش، يعني كل الخمسة بيبرز كان مطلوب في ورقتين وبس. طيب بالنسبة للسبعة بيبرز اللي جاية أنت أكيد بديتوا تشتغلوا فيهم، لكن أنا صراحة بعد ما اطلعت على شغلكم بدي أنظم العملية شوية، ممكن أزود لكم يوم أو يومين يعني في التسليم، لكن بدي إياه بشكل تيبل أنا عامل له الآن أمامكم شير مفروض إنكم شايفينه. فهذا التيبل بدي يشمل ال 12 ورقة كلهم، تمام؟ يعني الخمسة السابقين والسبعة اللاحقين اللي بتعملوهم الآن كلهم ندخلوهم في نفس الجدول وناخذ الخلاصة. يعني بدي في الأول البيبر سايتيشن، البيبر سايتيشن يعني تعرفوا كيف مفهوم السايتيشن، كيف المرجعية، يعني إنه اسم المؤلفين مثلا، اسم البيبر، وعاء النشر يعني الميديا، الببلشنج ميديا بسموها، كل حاجة، كل المعلومات حول البيبر. أي بيبر ربما من السهل نلاقي السايتيشن تبعهم، كان أفرجيكم بسرعة مثلا، نغير الشير لحظة أشوف أنا إيش عندنا، ثواني معي خليكم نعمل شوي، نعمل شير سكرين، نختار هذه، هنا في الاي تريبل اي مثلا، موقع الاي تريبل اي، هذه البيبر تاعتي انا والطلاب بالماجستير، كويس، اللهم صل على محمد. في اي تريبل اي لو حطيت سايت ذس مثلا، هذا على مستوى اي تريبل اي، في كل طبعا في كل موقع قد تكون بطريقه مختلفه، في اي تريبل اي لو حطيت سايت ذس بيطلع لك هي السايتيشن تبع البيبر، ميزته انه في اسماء المؤلفين، في سنة النشر، في وعاء النشر، الميديا، في لو حبيت الدي او اي بسموه نمبر، يعني حجم البيبر، معلومات كافية، دائما بيكتفوا بهذا السيتيشن للتعريف بالبيبر. اوكي كيف نرجع تاني، نعمل ستوب شير وشير من جديد، نروح على ثواني بس على الوورد، وين ملف الوورد؟ أيوه أوكي. فأول عمود بدي لل 12 بيبر يكون فيه السيتيشن، ثاني عمود النمبر اوف سيتيشنز، بمعنى كم ناس أعطت ريفرنس لهذه البيبر، هذا طبعا بيعطيها قيمة. بعض البيبرز قد تكون 2018 مثلا أو 2019، لكن صار عندها 200 أو 300 من السيتيشنز، بتكون بيبر مهمة جدا ومرجعية، فهذه أفضل من البيبر اللي عندها مثلا 4 سيتيشن أو اللي عندها 20 سيتيشن أكيد، لكن حتى الـ20 يعني معقول قد تكون بيبر كويسة وبـ20 سيتيشن أو بـ4 سيتيشن، لكن أنا بهمني أعرف السيتيشن، لما أنت تحط البيبرز بهمني أعرف لكل بيبر قديش السيتيشن تبعتها، تمام؟ العمود الثالث بدي الأوبجيكتيف، يعني إيش الهدف من البيبر هذه، تمام؟ الهدف عادة بنجده في الأبستراكشن، في الأبستراكت بشكل سهل جدا. الأبستراكت في الأول بيكون فيه 3 جمل هيك تقديم عادة، لكن بعد هيك بتلاقي بكتب لك in this paper كذا كذا، فخلص هو هذا الهدف تبعه، يعني لو بقول لك in this paper بدنا نعمل كذا وكذا، عفوا، أو بدنا نساوي كذا، فأي بيبر افتحها هتلاقي بالطريقة هذه، في الأبستراكت لابد يكون موجود الهدف تبع البيبر. بعدك بدي الميثودولوجي، أنا حاطط هنا مثالين، يعني البيبر هذه نفسها اللي هذا السيتيشن تبعها عفوا هي سيرفي،
فالميثودولوجي فقط هي ممكن نقول سيرفي، يعني فيش حاجة أكثر من هيك، شغل مانيوال يعني. لكن حطيت لكم مثال آخر على بيبر أخرى، قد يكون مثلا في تفاصيل في الميثودولوجي بنطلعها من البيبر، من الانترودكشن ممكن نلاقيها، أو من الأبستراكت أحيانا، أو من وين الاكسبيرمنتس مثلا، وين بدأ في الاكسبيرمنتس أحيانا، في ريليتد وورك يعني لما بيحكي كل الناس كيف اشتغلوا، بروح أقول إحنا حنشتغل بالطريقة الفلانية 1 2 3 مثلا. ففي الأماكن هذه بنلاقيها في البيبر، أكثر شيء بتكون في الانترودكشن في الغالب. المهم هاي حطيت لكم مثال آخر، ديتكتنج مالicious أندرويد أبليكيشنز وكذا. بالنسبة للتولز طبعا أنتم يعني في البيبرز اللي حتطلعوا قد يكون الأوبن ان ال تي كي، قد يكون مثلا نيورال نتوركس، ديب ليرنينج، قد يكون ايش كمان البايثون داخل طبعا، قد يكون اللهم صل على محمد الاوبن ان ال بي مثلا، ممكن تحط داتا سيتس، ده في داتا سيتس وارد هناك. فهذا في التولز. الريزلتس بالنسبة لهذا البيبر بالتحديد كان كومباريزن تيبلز، يعني طلعنا تيبلز للمقارنة، لكن ممكن يكون الريزلتس انه مثلا في ريزلتس افضل في الاكيوريسي، في الاف ميجر مثلا، الاف ميجر عنده كذا وكذا مقارنه بابل يعني، او ابلكيشن تم تحسين الباراميتر بتاعته في الريزلتس كاف ميجر او كاكيوريسي. هذا بنجده عاده في احيانا في الابستراكت، لكن احيانا في سيكشن بكون في البيبر، دائما في سيكشن اسمه ريزلتس او اكسبيرمنتس اند ريزلتس أو analysis and results. شوف كيف؟ فدور وين ال results بتلاقي حطتها بشكل curves وبشكل نص. أنا بديش أحط أنا curves طبعا، وباختصار شديد في كل الأشياء هذه شباب بيختصروا كثير، يعني فيش داعي تكثر كتابة، لأنه بدي مجرد ما أطلع يعني أفهم إيش البيبر هذا وإيش البيبر هذا. فبدي إذا هنا الجدول من 12 سطر لكل بيبر تابل سطر، لكن ممكن تضيفه اوبشنال، انا بفضل يعني تضيفه اللي بيقدر يقارن انه والله البيبر تاعت فلان بالنسبه للبيبر تاعت فلان فيها ادفانتجز مثلا، ان هم شغلهم متشابه لكن هذا عنده ادفانتجز مثلا، انه استخدم الميثودولوجي الفلانيه او التولز الفلانيه فاعطت نتائج افضل. كويس، يعني في المقارنات بدي تركزوا هنا على الادفانتجز، تركزوا ايش في مقارنات بين البيبرز، بالذات البيبرز اللي بتكون متشابهة في العنوان، متشابهة في طريقة العمل. كويس، في مجال إحنا نقارن بينها، فالمقارنات كويسة وبتفيد وبتخلينا نفكر إيش إحنا ممكن نغير، إيش ممكن نعمل في شغلنا التالي. فتوكلوا على الله، بتعملوا إذن ال 12 بيبرز في هذا الجدول وبترفعوه خلال، يعني بعطيكم ليوم الأحد. كويس، نمدد التسليم بدل الجمعة، نخليه للأحد مساء الأحد. تمام، بنتظر هذا الشغل منكم إن شاء الله، وإذا في أي استفسار ابعتوا لي ممكن على المجموعة بتاعت الواتس. السلام عليكم.